الورد والفل والسعاده على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد، يعني المدارس وموسم السندوتشات واللانش بوكس والحلويات والحاجات دي على الابواب. المدارس الانترناشنال بدات بس كمان لسه المدارس الحكوميه على الابواب. طيب خناقه كل يوم اللانش بوكس، ازاي ست البيت الجميله تقدر تعمل لانش بوكس في حاجات تنافس الحاجات اللي هي السريعه؟ ازاي اقدر اخلي ابني او بنتي يبقوا مشدودين لللانش بوكس والحاجات اللي فيها وما يبصوش بقى للبرجرات والحاجات الفرايد الموجوده بره، في نفس الوقت تتحضر في وقت قياسي؟ منوراني ومشرفاني بقى اللي هتدينا سر الخلطه في الحاجات دي، الشيف هبه قاسم. اهلا. معلش تلاقي الحنطور بس واخد. ازاي؟ ازاي حضرتك؟ كله حلو؟ كله تمام، كله زي كله بونو بونو. قولي لي الاول، احنا بنحتاج نعمل لانش بوكس من الاخر تغري العيل وتغنيه تمام عن فكره ان هو يبص بقى الجانك فود والحاجات دي. احنا النهارده هنعمل برجر فراخ بتاع المطاعم الشهيره، اوكي؟ علشان نعمله لهم في البيت وكمان ياخدوه مع نحطه في اللانش بوكس ونقدر نخليهم يستغنوا عن الوجبات السريعه اللي بره، وهنعمله بنفس طعم الجاهز بالظبط. المكونات ايه؟ المكونات مفيش ابسط منها، هنحتاج صدور فراخ من غير اي حاجه خالص. هنفرمها، اوكي؟ حلوة قوي. صدور فراخ بس، ما يكونش فيها اي فاتس خالص. حلو. اوكي؟ هنفرمها في المفرمه فرم ناعم. حلو. وبعدين صدور فراخ من غير اي دهون. من غير اي دهون خالص. حلو قوي. يلا بينا. يلا نبتدي. بسم الله. بسم الله. هنحط بقى عليها دقيق ذره ابيض. حلو. اوكي، موجود عند كل العطارين وموجود في السوبر ماركت في اكياس، كل ماركات الدقيق عامله دقيق، يعني من دقيق ذره ابيض. حلو قوي. اوكي، فهيلاقوه منتهى السهوله. الدقيق ده بيخلي المكونات تمسك في بعض ما تقعش. بيخلي العجينه تمسك في بعض ويمتص اي رطوبه جوه، وبيخلي البرجر من جوه طعمه تندر كده. اوكي، واقدر اشكله واخزنه في الثلاجه عادي جدا بالظبط، في الفريزر، واطلعه على الجريلاي على طول. على الجريل، او هنعمله النهارده فرايد. أوكي. في الزيت بالظبط. حبيتي تعمليه على الجريلاي عشان نخف الزيوت؟ مش هيقول لك لا عشان نخس بقى وكده. لا برضه نخف على طبعا، بدل ما احنا مجهزينه في الفريزر نقدر نعمله باي شكل. طب قولي لي ليه الاكل المقلي بيشد الطفل عن الاكل شويه الصحي، حتى لو ده برجر وده برجر؟ علشان الحاجه انت دلوقتي حطيتي عليها توابل، اوكي، وبلس ان انت دخلتيها فرايد، فده طعم وده طعم، عملتي ميكس نكهات مع بعض. فعشان كده الطفل بيتشد لاي حاجه فرايد، هم بيحبوا الحاجات الفرايد جدا علشان فيها ميكس نكهات ونكهتها قويه. لكن الحاجه المشويه بتعجب الناس اللي عايزه هيلسي اكتر، علشان بتبقى نكهتها اضعف شويه من الفرايد. هو الفكره كلها، انا حبيت بقى فكره الشيف هبه قاسم او الفكره اللي بتعملها ليه، لان هي عامله حاجه فاست فود وفي نفس الوقت معموله في البيت، وبتحط لك بدايل في التسويه. يعني تقدري تعمليه فرايد مقلي في زيت لو العيل بيحب الحاجات اللي في زيت، ولو ما بيحبش الحاجات دي نقدر نعمله على الجريل برضو. هتحسي ان هو وهو الطفل وهو بياكله هتحسي ان هو ايه، واخد الطعم بتاع بره، في نفس الوقت باقل اضرار وكمان باقل تكاليف. صح كده؟ صح كده. طب قولي لي، انا ما حطيتش اي توابل خالص، انا حطيت الفراخ فرمتها ودقيق ذره ابيض فقط. طب سؤال، لو عايزه احط في اللانش بوكس خضار العيل برضو يحبه، العيال دايما اعداء الخضار يا شيف هبه. تمام، ممكن نعمله لهم برضو على فكره فرايد. حلو. اوكي، ونبقى اكلناهم الخضار بطريقه مش مباشره. زي ايه الخضار اللي ممكن اقليه؟ الكوسه. تمام، بس اسكندراني ده. بس هيعجبها، هتعجبهم جدا. احنا اللي بنقلي الكوسه ونعصره عليها ليمون. بصي انا كده شكلت البرجر، بس خليته ايه، شكل مربع زي ايه اللي بنجيبه من ايه المطاعم الشهيره. اوكي. أيوة. وهغلفه واحطه في الفريزر. انا لازم احطه في الكفر بتاعه وهو شبه مثلج، يعني يبقى تمام، شادد كده شويه في الفريزر. اوكي، فهدخله الفريزر وابتدي اشتغل فيه. يلا بينا ناخد شيماء. مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نبى، اخبار حضرتك ايه؟ عامله ايه؟ كله زي الفل. تمام. حلو موضوع اللانش بوكس ده قوي يا نبى. شفتي احنا مش حرمنا كلنا، اللي محيرنا كلنا يا حبيبتي. لا بقى، في افكار بقى صحيه ولطيفه، وكمان انا مبسوطه ان شيف هبه بتهتم بفكره سريع التحضير. يعني بص هي بتقول لك ايه، هنجهزه نحطه في الفريزر كل يوم الصبح تك 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 على الجريل ولا والله في الزيت. بصي يا ندى، يعني انا اللي عاجبني في موضوع فكره التحضيرات التجهيزات اللي قبل المدارس دي بتساعدني انا بقى عشان شغلي كمان، يعني بتحس ان انا ايه، هقوم الصبح مش ملكومه بقى
هعمل ده ايه وده ايه؟ لا خلاص، هو الحاجه عندي اوريدي جاهزه في الفريزر، بطلعه وبحضر على طول. واهم حاجه ودي بجد انا سعيده بيها، ان بقت الام نكتبها قوي قوي لنقطة الأكل الصحي. صح، يعني ده بجد بجد أنا مبسوطة منه. إن كان الأول بيستسهل، بجيب مثلا البطاطس الفارم، البطاطس مش عارفة إيه، الشيبسي، مولتو، لا لا لا. بس خليني أقول لك على حاجة، هو بقى توجه عام على فكرة، يعني هو مش بس الأم اللي بتعمل لانش بوكس، هو بقى توجه عام. أنا مبسوطة إن الثقافة دي بدأت تنتشر في الميدل إيست عندنا. إحنا بدأنا نشوف بدائل طبيعية، وبدأنا نشوف إزاي نقنع الطفل الصغير بالحاجات الطبيعية اللي تفيده وفي نفس الوقت تديله طعم حلو. عندك أكيد. أي سؤال للشيف؟ لا 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 بجد تسلم إيدك يا شيف، وعايزين الأكثر والأكثر في التحضيرات بعد إذنك يعني. حاضر حبيبتي، شرفتينا ونورتينا. بصي انا دلوقتي في خليط اسمه طنبوره، اوكي، بيتباع في السوبر ماركت. لو مش موجود هنحط دي ونخفه بلبن، ده بديل البيض. أوكي. عشان دايما الاولاد مش بيحبوا البيض، ده اللي بيدي الطبقه المقرمشه. لا مش بيدي الطبقه المقرمشه، ده بديل البيض. انت دلوقتي لما بتديهم حاجه في اللانش بوكس مش عايزه تحطي فيها بيض عشان هتقعد فتره على ما ياكلوه. صح، فالطنبوره ده يعني هو بديل حلو قوي. اوكي حلو. فلو مش حد مش هيلاقيه في السوبر ماركت هيجيب دقيق ويخفه بلبن او ميه. اوكي حلو قوي. وممكن يبخره بشويه ملح وفلفل. حلوة قوي. انا حطيته في الخليط الاول، وبعدين حطيته في اي بقسماط ناعم عندي، وهحطه يتقلي زي الفل. تقريبا بتقعد قد ايه عشان تديني اللون الذهبي الحلو بتاع الاكل بتاع بره؟ ما بتكملش الماكسيمم بتاعها من 4 لـ5 دقائق. والمكونات اللي جواها بتكون استوت؟ طبعا المكونات بتكون استوت. هنفضل نخليها يعني نعملها تقليب مستمر، ولازم تتقلي في زيت درجه حرارته عاليه. تمام. يكون سخن كويس، واول ما تشد كده نبتدي نقلب. انا دلوقتي فرستها وطلعتها. في حاجه بس هنا هنحط على البقسماط، احنا ما حطيناش اي توابل في الفراخ خالص. حلو. اوكي، فهنحط كل التوابل بتاعتنا في البقسماط. هنحط ملح وفلفل ومرق. اللي عايز يستغنى عن المرق يستغنى عن المرق. اوكي، هو بس بيعزز الطعم اكتر، بيعلي التيست. اوكي، اصل احنا يا جماعه خدوا بالكم، احنا مستخدمين في الوصفه دي صدور فراخ، فالصدور ما فيهاش دهون، فالتست كده مش هيبقى موجود، تست الفراخ مش هيبقى موجود. فاللي عايز يطعم بمرقه دجاج فوريه في الخليط ده اللي الشيف بتعمله، هيدينا النكهه اللي احنا محتاجينها. ايه تاني يا شيف؟ بس انا حطيت، انا ما بحبش التوابل الاوفر، فانا حطيت توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل ومرق بس كده. حلو قوي. المهم بس ان الفلفل الاسود نخلي كميته ايه كتيره شويه. حلو قوي. خلينا نشيل ده كده عشان ايه، عايزين نشوف تركاتك. ماشي، عايزين نشوف تريكات. اوعي تكوني في تريكه مستخسراها فيا خالص. اوعي. انا عامله لك اصلا وصفه خاصه بيكي من الكورسز يا حبيبتي، يعني انا ما عملتهاش قبل كده. اوكي، على القناه إيه بتاعتي. يعني الوصفه دي انت ما عملتهاش على السوشيال ميديا ولا عملتيها في برامج اخرى؟ بصي خاصه بيكي انت بس يا حبيبتي. طب ناخد علياء بقى. مساء الفل يا علياء. مساء الفل، السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتكلمينا منين؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ من اسكندريه. من عندي، من ريحه الحبايب. اسكندرانيه. ايوه الله بقى. قولي لي ايه رايك في الاكله بتاعت النهارده او فكره اللانش بوكس؟ انا لسه ما عنديش اولاد، بس اللانش بوكس بقى حاجه اساسيه لجوزي، وهو نازل الشغل الصبح كده لازم اديله اللانش بوكس. أيوة. مشكله عندي على فكره، بس انا شايفه النهارده في حاجه جديده شجعتني ان انا اسال الشيف، ممكن نعملها همبرجر لحمه ولا هيكون عشان انا سامعاه انها بتقول حصري، ولا ممكن يبقى فراخ بس؟ بصي ممكن تتعمل برجر اللحمه طبعا، مفيش اي مشكله، وممكن كمان نعملها جريل على الطاسه، يعني مش شرط نعملها فرايد. عشان طبعا الاليه قصدك والكوليسترول والكلام ده. بالظبط. طيب انا برضو معلش ليه سؤال ثاني يا شيف. اتفضلي. بالنسبه للفراخ الكريسبي، اما عاوز ادخلها الفرن برضو ما اقليهاش، ارشها زيت ولا بتبقى ايه بالظبط؟ بصي ادهنيها زيت، ادهني الصينيه من تحت زيت، ودهني الحاجه ذات نفسها زيت، ودخليها الفرن. هتقعد بس فتره اطول من لما يتعمل لها فرايد بس، وهتطلع كريسبي وحلو قوي. ميرسي ميرسي يا شيف، ميرسي يا ندى قوي قوي يا ندى، شرفتينا ونورتينا. دلوقتي احنا حطينا البرجر يتقلي، هنعمل بقى كمان الاستريبس. ايوه، الاستريبس ده من الحاجات اللي العيال تحب تقعد تقرمش وتعضعض فيها. بالظبط، هو سهل وبرده سريع جدا جدا. لا انت عارفه في بعض العيال، والله العظيم العيال مش عشان اعرف احنا نبقى اذكى من الطفل ابدا، لما حتى الام تعمله ساندوتش يروح مطلع الاستريبسات. طبعا، وياكلها ورامي الباقي. بصي احنا ممكن نعمل له ساندوتش برجر كده ونحط له قطعتين استريبس من غير ساندوتش خالص، علشان ايه؟ حلو، ما يطلعش حاجه ويرميها. اوكي، احنا نفهم دماغهم ونتاقلم معاه. اوكي، الاستريبس بقى ايه دنيته؟ بصي بقى
احنا عندنا صدور فراخ مقطعينها صوابع كده تخينه على قد ما نقدر. التتبيله مفيش ابسط منها برضو، ملح وفلفل. حلو. ولو حابين نحط مكعب مرق لتعزيز النكهه برضو. اوكي. وبابريكا وشطه بس كده. بس شطه؟ شطه هو اللي هيخليها. بصي هنحط مقدار الشطه قد مقدار البابريكا بالظبط، مش هتبقى سبايسي. لو بس حابين نستغنى عن الشطه ونحط البابريكا بس، تمام؟ اوكي. بس الشطه لو اتحط المقدار قد مقدار البابريكا مش هتبقى سبايسي، بس هي هتخليها تنفش في الزيت وتديكي الطعم بتاع المطاعم بره. اوكي. اوكي. يا ولاد بصوا ما خدتش على فكره، احنا ما كملناش دقيقتين، بصوا هي طلعتها من النار خدت اللون الذهبي. محتاجه مناديل؟ لا هاجي هطلع حالا. طيب. أوكي. على نطلع بس الثانيه. هنا هتبل. اوكي. ملح وفلفل زي ما قلنا. البابريكا هتخلي الشطه تهدري على طعمها، بس الشطه مهمه جدا عشان هتخليها تنفش في الزيت. اوكي. طيب انا حطيت ملح وفلفل وبابريكا وشطه. دي التتبيله دي بنحطها في الثلاجه؟ طبعا. ممكن تفرزيها كده وتسيبيها وقت الاستخدام، تطلعيها تحطيها في الكوتينج. الكفر بتاعها الخارجي اسمه كوتينج. أوكي. تمام. وتقليها على طول. هنا وممكن بس لازم تخزن بالدقيقها بكل حاجه تطلع على التحمير على لا. طول. لا نخزنها افضل حاجه نص قلي. لو خزنناها بالدقيق وطلعناها قليناها مش هتديني نتيجه حلوه. اوكي. ليه بقى؟ هندخل في الدقيق رطوبه من الفريزر، فالدقيق هيطرى، فلما تيجي تطلعيها مش هتبقى كريسبي. مش هتبقى كريسبي. اوكي. برافو شطوره. برافو. ايه ده انت اللي برافو. ده دي حلقتين تاني معانا ومطاعم اللي هي الفرايد تشيكن هتزعل قوي. لا احنا بصي هنعمل كل الفاست فود بمنتهى السهوله في البيت وهيبقى الطعم حلو قوي. أوكي. احنا هنا هنحط ربع كوبايه ميه. اوكي. وحطيت ايه؟ ملح وفلفل وبابريكا. حلو. وعايزين نعزز الطعم نحط شويه مرق وربع كوبايه ميه. ميه ساقعه متلجه. تمام. اوكي. تمام كده. بس هبتدي بقى احط هنا دقيق على نشا فقط. دقيق على نشا. دقيق على نشا بس. حلوة قوي. اوكي. طبعا المقادير المفروض ان هم نزلوها على الشاشه. أوكي. حصل يا فندم. تمام. احنا صاحيين قوي يا فندم. ايوه بقى. حصل يا فندم. حط دقيق على نشا. والله ما حصلش، ما تحرجونيش. انا بتكلم بقلب قوي. بصي اهم حاجه ما ننساهاش ونقعد ايه تقليب مستمر. حلوة قوي. اوكي. عشان حلوه دي بقت مقرمشه اكتر دي. علشان خدت لونها غمق سيكا في الزيت. هنا بقى احنا حطينا ربع كوبايه ميه. اوكي. هنشيل بقى من البوله هنا ونخلي خلينا نطلع اللي في الزيت دي عشان بصي هتبدا تغدر بينا. خفيف. هي تقليب مستمر. على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل بس الزيت كده ثواني على ما نجهز الثانيه. عسل 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 عسل. اوكي. بعد كده بصي بقى الاستريبس بقى احنا كده خلصنا البرجر. الاستريبس هنا شلنا من هنا. اوكي. في نفس البوله اللي فيها التتبيله. هنحط ميه. اوكي. انا معايا ثلاث دقائق اشوف هنقي على كل دقيقة. اوكي. وهنحط في الدقيق والميه. اوكي. اوكي. في الدقيق. بصوا بقى هي عملت ايه دلوقتي؟ يعني هي دلوقتي بتجهز الحاجه اللي هتتقلي، راحت شايله الزيت من على البتاع عشان الزيت ما يتحرقش ولونه طبعا يغير. عشان درجه حرارته ما تعلاش. صح. اوكي. اخذنا في الدقيق والميه وبعدين رجعناها الدقيق. حلو. وهنغطسها بقى كويس جدا في الدقيق عشان يديها ايه الكوتنج الخارجي بتاع ايه المطاعم بالظبط الفاست فود. بصي هنعمل كده وعلى الزيت مباشره. ايوه. ما ينفعش اعمل احطها في الدقيق واسيبها، لازم من الدقيق على الزيت. اوكي. كده على الزيت. اوكي. كده. يلا على ما تاخد لون كده اخد الاء. مساء الفل يا الاء. نبتدي بقى ينفع كده تجوعونا على طول كده؟ امال انا اعمل ايه يا الاء؟ انا الريحه وصلاني وانا هنا. اخبارك ايه؟ بتكلمينا منين؟ من شرقيه. اجدع ناس في الدنيا. اهل الكرم. حبيبتي. عندك اي سؤال للشيف؟ عندي سؤال غريب شويه. غريب؟ ممكن ان انا اعمل برجر سمك او مثلا برجر من السمك الفيليه؟ ممكن طبعا. ايه ده فعلا؟ طبعا. ما تهزريش بقى. ليه؟ طبعا ممكن. هنجيب برضو السمك الفيليه ونفرمه كويس في الكبه ونحط له دي الذره برضو ونعمله فراي. نورتينا وشرفتينا. ده انا اول مره اسمع لا طبعا ينفع. برجر السمك ده. بصي ده الاستريبس بعد ما قليناه. بصي بقى طالع
كريسب ازاي؟ لا انا ما افهمش كده. انا لازم ادوق. ايوه اديني واحده. ايوه كده. انا هعمل بس الساندوتش الاول. يلا بينا عشان انا قدامي 30 ثانيه. اوكي هنحط خس. يلا بينا. الله الله الله. مايونيز وكاتشب ومستردة وخس. هنا برضو تقليب مستمر. اوكي اي حاجه بتتقلي تعمل لها ديب فرايند اللي هو القلي العميق. أوكي. لازم نقلب تقليب مستمر. اوكي اوكي هنعمل حط خط. يلا بينا سريعا. البرجر مفروض جبنه. تمام. أوكي. نعتبر ان احنا حطينا جبنه. عادي. خط عايزين نحط جبنه نحط. مش عايزين نحط جبنه ما نحطوش. بالظبط. ايوه. والبرجر ممكن كمان نعمل طبقتين على فكره. بس يبقى كتير قوي. يبقى كتير جدا على الولاية. بس خلص. الله عليك. ممكن نحطه عند الدويرة الخضيرة اللي هناك دي ولا عندك؟ لا عشان نشوفه الكاميرا تشوفه. شيف هبة تعالي لي بقى هنا بقى. ايوه نورتيني وشرفتيني وانجزتيني حبيبتي والله. تسلمي لي. ولازم توعدينا التاني تجيلنا هنا. نور بيكي ان شاء الله. والله نور ان شاء الله. نور بيكي وانا اسعد يا حبيبتي. هنطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني من فضلكم. اوعوا تروحوا في قاعد. ان انا بقدم الحلقه من على حنطور يعني فنزاتي وفنازيزي على السوشيال ميديا والنبي الله يا ربنا يكرمكم. قولوا لي ايه رايكم في الكهارب اللي انا لابساها النهارده دي عشان ايه. شجعوني كده الله يخليكم. رجعنا ومكملين لسه معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. طيب بنتحط عاده يوميا قدام القرار الصعب فكره انه الاكل يبقى قدامنا ونفضل نجاهد نفسنا بقى اكل ما كلش اكل ما كلش. والحقيقه ان دايما شيطاننا بيغلبنا وبنضعف وبناكل وهنا بتحصل الكارثه ان احنا ما بنقدرش نقاوم شهيتنا. طيب هل في حل يخليني ابقى شايفه الاكل في نفس الوقت شهيتي مش مفتوحه او ما ابداش اخش في الاختبار الصعب بيني وبين نفسي انه اكل ما كلش. طب انا اكلت طب هجلد ذاتي. ايه هو الحل اللي يقدر يساعدني اني ابقى شايفه قدامي كل المغريات وافضل قمطة وصمطة كده واخدة قرار ان انا مش هاكل. هتقول لنا على الحل النهاردة الدكتورة الصيدلانية المتخصصة حبيبتي دكتورة حنان الحسين. حبيبتي يا ندى اخبارك ايه؟ الحمد لله. طب انت اخبارك؟ الحمد لله كل زي الفل. ايه الالوانات الحلوه دي حبيبتي؟ احنا بعض مما عندكم ومن شكل. لا لا ده احنا بنتعلم منك يا استاذ. حبيبتي الشتاء جاي وهنلبس حاجات قاتمه وهنكتئب. ايوه كلنا. يلا ربنا ما يجيب اكتئاب يا رب. ربنا يعني الحمد لله. قولي لي ايه الحل اللي يخليني ابقى قاعده قدام سفره عظيمه جدا بقى في حفله ايا كان. ايوه وما اخشش في حته اكل ما اكلش اعمل ما اعملش. طب بطني طب ايه قوليلي. بصي يا ندى احنا مع كورس سوبر سيليم هناكل كل اللي احنا نفسنا فيه. عمري ابدا مع اي حاله من الحالات بتاعتي اللي عايزه تخس ما بحرمها من الاكل. يعني مفيش حاجه عندي اسمها ما تقطعي نشويات ما تاكليش رز ما تاكليش مكرونه ما تاكليش حلويات. الكلام ده مش مع كورس سوبر سيليم اطلاقا. مع كورس سوبر سيليم هتقدروا تاكلوا كل اللي انتوا عايزينه. هيقدروا ياكلوا يا ندى كل اللي هم عايزينه. حلويات نشويات اي اكل هم محتاجينه هياكلوه او هم عايزينه هياكلوه. بس بننبه على شويه حاجات انه ممكن يقللوا لو هم عايزين كده كده هم باكلهم وبنظامهم الغذائي اللي هم ماشيين عليه هيخسوا من 10 ل 15 كيلو مع كورس سوبر سيليم. ولكن احنا بنقول ان الناس اللي عايزه تخس اكتر من 15 كيلو في الشهر هتقلل شويه من اكلها حاجه بسيطه. هنلاقي انه فعلا الكورس كورس سوبر سيليم هيزود عن 15 كيلو في الشهر نزول في الوزن. طيب سؤال بقى في ناس تقول لك لا انا ما احبش الجا لادويه التخسيس اخاف احسن تتعارض مع الأدوية
الادويه اللي انا باخدها ايا كان بقى عندهم امراض مزمنه او غير مزمنه، تقول لك لا اخاف لحسن ياثر على تاثير الدواء. قولي كورس سوبر سيليوم هل بيتعارض مع اي ادويه؟ اطلاقا يا ندى، كورس سوبر سيليوم لا يتعارض مع اي علاجات، لا يتعارض مع اي ادويه. للسبب في كده يا ندى ان الكورس بالكامل من اول منتج لاخر منتج في الكورس هو عباره عن منتجات طبيعيه 100%، مواد طبيعيه 100%، اعشاب طبيعيه، ملوش اي اضرار جانبيه، ملوش اي اثار جانبيه او مضاعفات لاي حد مننا. الاطفال يقدروا يستخدموه قبل الكبار، اطفال من سن 12 سنه، رجاله وستات، وحتى الناس اللي عندها امراض مفيش اي مشكله ابدا بتستخدم الكورس بمنتهى الامان والفعاليه، لانه طبيعي طبعا ومترخص بالكامل من وزاره الصحه المصريه. طيب هل هقدر اكل براحتي؟ طبعا. ولا هتحجموني؟ لا طبعا، انا لسه كنت بقول لك في المقدمه انه طبعا النظام الغذائي احنا ما بنحجمش ابدا اي حد، اي حد يا ندى بياكل اي حاجه هم عايزينها. بس في نقطه بقى، ما ينفعش مثلا ابقى ماشي على الاكل بتاعي الطبيعي. انا بقول لك مع اكلك الطبيعي والكورس هتخسي من 10 ل 15 كيلو، لان الكورس اول حاجه هيزود جدا معدل حرق الجسم عندك، هيزود معدل حرق الجسم من الدهون يا ندى، فبالتالي هتخس بشكل اسرع. بس في نقطه، ناس بقى تقول لك ايه، طب ما انا كده كده الكورس هيخسسني 10 15 كيلو وانا باكل نفس اكلي، طب ما انا ازود في الاكل بقى واكل براحتي. لا طبعا كده مش هيخسسك خالص. صح. يعني اذا كان هو في المعدل الطبيعي باكلك الطبيعي هيخسسك من 10 ل 15 كيلو، ما ينفعش انا ازود الاكل، ما كده مش هيجيب نتيجه. صح. فدايما بنقول مع اكلك الطبيعي بتاخدي كورس سوبر سيليوم هيخسس من 10 ل 15 كيلو. خليني اخد اسماء وارجع تاني اكمل كلامي مع دكتوره حنان الحسيني. مساء الفل يا اسوم. السلام عليكم، ازيك يا هدى؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي الفل الحمد لله، كله زي الفل. انا عايزه اقول لك اللي انت لو سلم بتقولي عليه لومض والكلام ده، لا 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 ما شاء الله زي القمر فيه يا ندى بجد. اصل حاسه انها راكبه يعني حنطور. لا انا عايزه اقول لك ان انت من اسبوع بتلبسي ستايلات لايقه عليكي بفوق يعني بشكل مش طبيعي، انت قمر اصلا وما شاء الله، يعني حتى الستايل اللي بتنقل نفسك قمرين يعني. يا حبيبي انا عايزه اقول لك ان انا بقالي سنه مش عارفه احدد مقاسي. انا قبل الهوا البتاع دي لقفاها بابره وفتله كده علشان اطلع لكم في منظر منمق. ده انا اسمحي لي اني بعد الحلقه اسيب رقم تليفوني وقولي لي انت بتجيبي الحاجات الحلوه دي منين حالا. من عيوب تابعيني على السوشيال ميديا هتعرفي بلبس كل الحاجات دي منين. قولي لي عايزه تسالي دكتوره حنان على ايه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور. انا عايز اقول لك الالوان اللي حضرتك لابساها زي ما ندى قالك كده مبهجه. ميرسي. انت بتصرف على عكسينا. بتصرف على عكسينا. طاقه ايجابيه في الحلقه. ميرسي. جميله جميله يا دكتور، ربنا يديك الصحه يا رب. اتفضلي. والله بصي هو السؤال بس يا دكتور، انا محتاره في حاجه معينه. انا الحرق عندي ضعيف جدا جدا جدا. انا وزني 85 اوكي، وطولي 166 تمام. وانا للاسف انا يعني شغلي بيخليني على طول قاعده يعني على المكتب، ما عنديش وقت ان انا امارس رياضه، وللاسف وللاسف الاكل كله بتاعي بيبقى تيك اواي. ممكن اكل في اليوم مرتين بس، طبعا انت عارفه الاكل برضه عشان بالصحي ما بيساعدش معايا في الحرق كمان. هل المنتج ده هيساعدني وانا طبعا طول النهار بره وطول النهار ممكن ما باكلش زي ما بقول لحضرتك، هيساعدني في الحرق؟ طبعا هيساعدك في الحرق جدا. انت محتاجه تنزلي 20 كيلو يا ندى، هي محتاجه تنزل 20 كيلو. مع كورس سوبر سيليوم هتقدر تستخدمه بمنتهى الامان والفعاليه. هيقدر يخسسها زي ما بنقول من 10 ل 15 كيلو في الشهر، يبقى هي هتاخد كورس شهر ونص عشان تنزل ال 20 كيلو اللي هي عايزاه. وانا مدياكي سبيس من براح كده يعني علشان تخس براحتها. شهر ونص كافيين جدا يا ندى ينزلوها ال 20 كيلو الزياده من غير اي اثار جانبيه، من غير اي مضاعفات. وعايزه افكركم بحاجه، انت هتاخدي كمان، هي معلش اسمها ايه عشان نسيت يعني. اسمى. اسمى. ماشي اسمى، انت لسه معانا؟ لا قفلت. قفلت. بلغت. طيب شرفتينا ونورتينا يا اسومه. بصي بصي يا اسماء، عايزه اقول لك بس على نقطه مهمه. هتاخد من كورس السوبر سيليوم كبسولات السوبر سيليوم، كمان هتاخد كبسولات البي سليم، وفي عندنا كريم شد الترهلات وحرق الدهون اساسي يا ندى مع الكورس. انا عايزاكي تقولي لي كده بالراحه ايه مكونات الكورس والهدايا النهارده ايه، عشان انت كل يوم بتقللوا هدايا وساعات بتقللوا هدايا. لا لا، طمنيني الاول عن مكونات الكورس. الا برنامجك الهدايا ثابته ما تقلقيش. مكونات الكورس الاساسيه ايه؟ يلا بينا. مكونات الكورس هو بيتكون من ثلاث منتجات،
ثلاثة مرتبطين ببعض يا ندى. احيانا كتير لما ناس بتبقى عايزة تتصل وتاخد حاجات، احنا طبعا بناخد الوزن والسن والطول وبناخد الملف الكامل والمعلومات الكاملة من الحالة اللي بتكلمنا. الفريق الطبي الارقام اللي ظاهرة قدامهم على الشاشة هو ده الارقام اللي هما بيطلبوها علشان يطلبوا الكورس، وبيسيبوا بياناتهم كاملة الدكاترة بتاعة الفريق الطبي، الدكتور او الدكتورة اللي هيردوا على اي حد هيتصل بيهم دلوقتي بياخدوا البيانات الكاملة وعلى اساسها بيرشحوا الكورس المناسب لكل حال. ممكن حالات يا ندى نرشح لها الكورس كامل بالثلاث منتجات، حالات تانية نرشح لها منتجين بس، حالة تالتة نرشح لها منتج واحد. احنا مش هدفنا البيع ابدا، احنا هدفنا ان هم يوصلوا للوزن المظبوط في اقل مجهود واقل تكلفة وكمان اقل وقت. يعني ممكن واحدة تكلمك ما عندهاش سمنة بس هي عايزة تثبت وزنها. ايوه بالظبط. فترشحي لها ايه بقى؟ كبسولات البي سليم. أوكي. بس ما بقولش بقى خدي الكورس، هي اوريدي وزنها كويس فبديها كبسولات البي سليم بس، دي كفيله جدا ان هي ان هي تثبت الوزن. حد تاني عايز ينزل 5 كيلو 7 كيلو اللي هو الاوزان اللي هي بتنزل معانا احنا في اسبوع ولا ممكن 10 ايام، فما بديش الكورس كامل، حرام تاخد الكورس كامل، فبديها كبسولات السوبر سيليم بس. اوكي تمام. احنا معانا مداخله. مين معانا؟ ام مؤمن ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عاملين ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا اتفضلي يا ماما. انا عايزه بس اشكرك يا دكتوره بجد على المنتج. انا الحمد لله النهارده كملت شهر بالظبط واخسيت بالظبط 9 كيلو ونص. طب الحمد لله ممتاز. الحمد لله الحمد لله. بس انت كنت ملخبطه شويه ام مؤمن في اكيد، خليكي صريحه معانا. انا مشكلتي مش ده، انت معروف ده، انت مشهوره ام مؤمن، انت مشهوره في الشركه، قالت لك انت كنت ملخبطه، انت معروفه. هقول لك ليه يا ندى، انا بقول ان هي ملخبطه لانها بتقول انا خسيت في الشهر كورس شهر 9 كيلو ونص، فاحنا العادي بتاعنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر، فهي حتى ما كملتش 10. مش عايزه احبطك يا ام مؤمن، انا معاك. 9 كيلو ونص ده في الشهر. الشهر بالنسبة للسوبر سيليم ده مش تارجت؟ لا مش تارجت، ده كده يعتبر ان هي ملخبطه في الاكل. ان انا مبسوطه جدا جدا بال 9 كيلو ونص. ايوه بس يعني طبعا كملي ده اكيد اكيد. بص انا هكمل يعني انت طبعا. يعني انا اكيد الفريق الطبي الصراحه بيساعدني على كده، بس انا يمكن انا لخبطت في الاول، بس لما لقيت نفسي نزلت فرحت جدا وهتشجعت. وبعدين عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. أيه. انا هكمل مخصوص عشان حماتي عماله تذلني الناس هنا. حماتك مالها؟ بتذلني. لا ده حب، خدي بالك ده حب، توديناش في داهيه، ده حب. يا رب ما تكونش سامعيني يا رب. لا لا ما تقلقي. قلت لي اسمك ايه؟ ام مؤمن. ام مؤمن تمام، وصلت كده. حبيبتي شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله الشهر الجاي تكلمينا وانت محققه تارجت اعلى بكتير. كملي يا ام مؤمن على الكورس وهتنزلي لحد ما توصلي للوزن المظبوط، وحاولي بس تقللي شويه في النظام الغذائي بتاعك، هتخسي 12 و15 كيلو في الشهر مع كورس السوبر سي. ان شاء الله. يا دكتوره ان شاء الله. طيب انا عايزه اعرف حاجه، يعني عملتوا ايه في موضوع الشعر بقى اللي بيقع مع الدايت والبشره والحاجات بقى اللي هي الخطوط التعبيريه اللي بتظهر والحاجات دي؟ بصي يا ندى، دايما بنقول انه لما لو حد عايز يخس وهيحصل مشاكل في شعره او مشاكل في بشرته ما يخسش احسن. انا دايما مع القاعده دي، لان انا عايزاكي تخسي بصحه، انا عايزه يبقى اخس وانا شعري حلو وبشرتي حلوه ما يبقاش فيها تجاعيد وشكلي مش معجز. فازاي احقق المعادله الصعبه دي؟ بنحققها بكورس السوبر سيليم بالثلاث مكونات بتوعه، بيشتغلوا على التخسيس في المرتبه الاولى يا ندى، وتاني حاجه على سلامه الشعر والبشره، بيقوي الشعر جدا الكورس. كمان الناس اللي عندها، انا عايزه اقول لك ان في ناس بتاخد كورس سوبر سيليم علشان يعالجوا مشاكل شعرهم وبشرتهم مش عشان تخسيس. فعلا؟ طبعا، لان الكورس مليان معادن، مليان مضادات اكسده، مليان فيتامينات بتساعد جدا وبتنشط الدوره الدمويه وبصيلات الشعر، فبتقوم وبتعالج التساقط، كمان بتتقل جدا الشعر، كمان بتخلي البصيله تطلع شعرتين بدل شعره واحده، فالشعر بيبقى تقيل جدا. أوكي. بتمنع التقصف والهيشان، ده بالنسبه للشعر. بالنسبه للبشره، ان الكورس زي ما قلت لك غني جدا بالمعادن والفيتامينات ومضادات الاكسده، فيتامين بي واي واتش وسي، الفيتامينات دي كلها مع مضادات اكسده تانية بتشتغل ان هي تشد الوش، ما بيبقاش فيه تجاعيد، ما بيبقاش فيه غمقان او هالات سودا. حلو، خشي لي بقى على الهدايا والخصومات. تحبي انت الهدايا والخصومات؟ انت هتفضلي ورانا يا ندى لحد ما الشركه هتفلس بسبب الهدايا والخصومات. مش هتبقيش عافيه، انا عارفه مصلحتك معايا بس. الهدايا والخصومات، الخصم النهارده كام؟ النهارده خصم 50% لاول 100 متصل،
ومعانا هديتين مش هديه واحده. معانا الكريم بتاع ترطيب الوش، كريم مش عايزه اقول لك يا ندى عامل قلبان، عامل ناس كتير قوي كانت عايزه الكريم لوحده وكانوا بيتصلوا بالفريق الطبي. الحقيقه الدكاتره ما كانش الكريم كان لازم يطلع مع الكورس هديه. فدلوقتي بعد بقى محاولات ونقاشات كده مع الشركه عرفنا نطلع الكريم لوحده. طب حلو قوي ده، عظيم جدا. بالظبط، فالناس كلها عايزه طبعا الكريم اللي بيعالج التجاعيد من اول استخدام، بتحسي بفرق، بيبيض جدا البشره، بيدي نضاره وحيويه وبيعالج الهالات السوداء. مكوناته ايه ده؟ هقول لك، ده في عسل، في جليسرين، في زيت جنين القمح، في مستخلص اسمه الكالندولا. الكالندولا ده من اكتر الحاجات يا ندى اللي بتساعد جدا على التئام الجروح، لو عندك جرح في وشك بيساعد يلئم الجرح بسرعه، كمان بيعالج التجاعيد وبيزود من نسبه الكولاجين في البشره، فبتلاقي ان انت وشك ما فيهوش تجاعيد. في هدايا تاني؟ اه طبعا، قولي لي بسرعه عشان معايا مداخله. تاني هديه الغسول النسائي، غسول رائع يا ندى، ناس كتير برضو سيدات سالت عليه كتير. الغسول ده بيقدر يفتح جدا منطقه البكيني عند السيدات اللي عندها غمقان في منطقه البكيني، بتلجا بقى للتقشير والحاجات اللي انت عارفاها في العيادات دي مكلفه جدا. فالغسول بتاع نادينكو بيقدر من اول استخدام يا ندى يعالج الغمقان في منطقه البكيني، وهيحسوا بكده من اول استخدام. تاني حاجه انه بيقضي تماما على البكتيريا والفطريات والفيروسات، ودي الهدايا التانيه مع الكورس اللي عليه خصم 50%. تعالي ناخد المداخله دي. مين معايا؟ ندى. ازيك يا ندوشه؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. مبارك ايه يا ندى؟ كله زي الفل. ممكن اسال الدكتوره سؤال بعد اذنك؟ ممكن تساليها سؤالين. اتفضلي. طبعا. والله بصي يا دكتوره، انا لسه جايبه بنوته من 4 شهور. ايوه. ومشكله بقى ما بعد الولاده يا دكتوره، زدت، انا حاسه ان انا زدت كتير، بس انا ما وقفت عن الميزان، انا زدت بالظبط 10 كيلو. يعني انت حاسه ان هي، حاسه يا ندى ان هي زادت في الوزن كتير وهي اوريدي زايده 10 كيلو بس؟ انت زايده؟ والنبي ده بطر. والنبي ده بطر. 10 كيلو. كنت متجوزه كام كيلو؟ كنت متجوزه كام كيلو يا ندى؟ انا مشكلتي مش في الوزن، انا مشكلتي دلوقتي في الشكل، الترهلات والعلامات اللي بعد الولاده مسببه لي اكتئاب حاد، يعني نفسيا مش حلوه. عندك ستريتش ماركس يا ندى؟ اللي هي علامات الخطوط البيضاء. المفروض انها بتروح يا دكتور، صح انها زادت مش عارفه ليه. لا، ما بعد الولاده بتزيد، هقول لك ليه، لان انت البطن في الولاده بتشد، يعني بتكبر نتيجه لوجود البيبي، فالجلد بيتشد جدا، فلما بيتشد انت اكنها حته قماشه، اما بتشديها قوي بيتعرض للقطع. نفس الحاجه في الجلد، بس الجلد طبعا ما بيتقطعش، بيطلع فيه الخطوط البيضاء اللي هي الاستريتش ماركس او بنسميها علامات التمدد الجلدي يا ندى. طيب انا سامع حضرتك كنت بتقولي على موضوع الكريم، هل الكريم ده ممكن يضيع لي العلامات دي؟ عشان بجد انا نفسيا مش كويسه يا دكتور. طبعا طبعا هيضيع لك العلامات دي جدا، هيحسنها بشكل كبير جدا جدا يا ندى. دايما بقول يا ندى انه كريم شد الترهلات اللي هو كريم ازيرا. شرفتيني ونورتيني يا ندوشه، ان شاء الله تخسي 10 كيلو. ايه بقى موضوع الاستريتش ماركس ده؟ هقولك. عشان انا ماركس بقى صاحبي خلاص، يعني انا بقينا انتيم، انا وماركس بقينا اصحاب قوي من كتر الحاجات. لازم اجيب لك ان شاء الله الحلقه الجايه كريم ازيرا شد الترهلات، وكمان علاج اللي هو الخطوط البيضاء او الخطوط الحمراء لو لسه في البدايه، اللي هي الاستريتش ماركس اللي هي علامات التمدد الجلدي. هتجيب معاكي نتيجه فوق الممتازه يا ندى، وبيقولي لي بقى على رايك المره الجايه ان شاء الله. أوكي. هو كريم ازيرا طبعا مرخص من وزاره الصحه المصريه، ينفع جدا لندى اللي اتصلت بينا بعد الولاده جالها استريتش ماركس. الكريم ده بقى ميزته يا ندى بيعمل ثلاث حاجات، التلاتة أحلى من بعض. أول حاجة الكريم بندهنه على المناطق اللي عايزة تخس، سواء كان بطن، سواء كان دراعات، سواء كان تنيات ظهر، سواء كان أرداف أو جناب أو حتى اللغد. بندهن كريم أزير على المناطق اللي احنا حاسين فيها إن فيها سمنة أو احنا عايزين نخسسها. الكريم بيقدر بفضل مكوناته إنه يحرق الطبقة السطحية من الدهون اللي هي تحت الجلد مباشرة، فده بيساعد جدا إنه بيخسس. ده رقم واحد. رقم اتنين إن كريم أزير بيعمل شد ترهلات، بيشد الجلد، فهو بيخسس وبيشد في نفس الوقت، فما يحصلش ترهل او اللي هي بنسميها رهرطه كده للجلد، ان الايد تتمسك. التهدل اللي بيحصل في بالزبط. الجسم ده بالزبط. خلينا ننوه ان الكورس ده بهدايا وكل محتوياته مرخص من وزاره الصحه، حضراتكم هتقدروا تطلبوا المنتج ده من خلال الارقام اللي موجوده هنا او من خلال صفحه الفيسبوك اللي موجوده دي. تعالوا لي بقى، تعالوا لي كده، هنطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني. من فضلكم ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. عايز اسالك سؤال،
مبدئيا كده انت كروتيني شويه في كريم الترهلات ده. أيوه. ايه بقى موضوع كريم شد الترهلات ده؟ ايوه بصي، احنا كنا قلنا قبل الفاصل ان كريم شد الترهلات اول حاجه بيحرق الطبقه السطحيه من الدهون، يعني بيخسس اي منطقه. يا جماعه اي حد بيتفرج عليا عايز يخس هيدهن كريم ازير على المناطق اللي عايزه تخس، اللي هي السمنه العنيده او الدهون العنيده. برافو عليكي. زي البطن، زي تنيات الظهر، زي اللغد، زي الارداف او الجناب. تاني حاجه انه اول حاجه هو بيحرق الدهون، تاني حاجه هو بيشد الترهلات، بيقدر يشد جدا الجلد، فما نلاقيش ان الجلد مرهرط زي ما قلنا قبل الفاصل. تالت حاجه بقى انه بيعالج العلامات التمدد الجلدي او الاستريتش ماركس، وكمان السيلوليت، ودي نقطه مهمه قوي يا ندى. في ناس عندها تعرجات الجلد او قشر البرتقان زي ما بالبلدي كده بنسميه، بندهنه على الارداف او على الدراعات، المناطق اللي فيها سيلوليت او مناطق فيها استريتش ماركس، بتجيب نتيجه ممتازه، بتحسن جدا جدا يا ندى من شكل الاستريتش ماركس والسيلوليت، وكمان بتدي نضاره للجلد لان في فيتامين اي وفيتامين اتش وفيتامين سي. حلو قوي. كلميني شويه عن المكونات، يعني مش مكونات الكورس مكون من ايه وايه وايه، لا انا عايز اعرف في التصنيع الكبسول اللي بناخدها دي فيها ايه وبتتعامل ازاي جوه معدتي. تمام. المكون الاساسي يا ندى لكورس سوبر سيليوم هي قشور السيليوم. قشور السيليوم من الياف طبيعيه. دي كلمه السر كده بالظبط، دي كلمه السر اللي موجوده في كبسولات السوبر سيليوم وكمان موجوده في كبسولات البي سلام. فقشور السيليوم بتعمل ايه بقى يا ندى؟ اول حاجه بتسد الشهيه جدا، تاني حاجه بترفع جدا من تركيز هرمون الشبع في الدم، فالشخص بيبقى شبعان، فبالتالي الجسم لما يجي يحرق يحرق من الدهون المتخزنه عنده بقى لها فتره اللي عامله زياده في الوزن. تالت نقطه بقى ودي مهمه قوي، انه بيرفع معدل قشور السيليوم، بترفع معدل حرق بالنسبه للجسم، فبنلاقي الجسم بيخس بسرعه جدا. فقشور السيليوم من المكونات الاساسيه في كورس سوبر سيليوم. كمان عندنا خلاصه التوت، طبعا التوت رائع في انه بيزود حرق الجسم 4 مرات ضعف الحرق الاساسي او ضعف الحرق الطبيعي، فبنلاقي الجسم بيخس بسرعه جدا. عندنا كمان مستخلص الاناناس اللي فيه انزيم البرومالين اللي بيقدر ينظم جدا حركه الامعاء، فتلاقي اي حد عنده مشاكل في المعده او في الامعاء الكورس مناسب جدا ليه. كمان انزيم البرومالين اللي موجود في الاناناس بيقدر يعلي جدا معدل عمليه التمثيل الغذائي، فبنخس بشكل افضل. كمان عندنا الفانيليا بتزود الحرق، عندنا كمان احنا قلنا قشور السيليوم. فانت لو يعني الكلام كله اللي انا بقوله حاجات طبيعيه، قشور السيليوم، مستخلص التوت، نكهه الاناناس ونكهه الفانيليا، القهوه الخضراء كمان موجوده في الكورس، بتسد الشهيه وبتعلي معدل الحرق. عماله تديني في امتيازات انت وتغريني. يلا سريعا قولي لي الخصم. الخصم بقى يا ستي 50% خصم على كل المكونات بتاعة الكورس. الثلاث منتجات هيطلبوا الكورس ازاي وطرق التواصل ازاي؟ من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشه. هتطلبوا، هيرد عليكم دكاتره من الفريق الطبي، دكتور او دكتوره يا ندى، هيردوا على اي حد عايز يخس، اي حد عايز يقوي المناعه، اي حد عايز يعالج مشاكل الشعر والبشره، هيكلموا على الارقام اللي ظهر قدامهم على الشاشه، الدكاتره طبعا هيردوا عليهم. الخصم ايه؟ 50% على كل منتجات كورس سوبر سيليوم، كبسولات السوبر سيليوم، كمان كبسولات البيسلم، وكمان الكريم بتاع ازيره شد الترهلات، زائد الهديتين بقى بتوعنا اللي هي كريم ترطيب الوجه وعلاج التجاعيد ومقاومه الشيخوخه والغسول النسائي. دول هدايا على الكورس اللي عليه خصم 50% لاول 100 متصل. حلو قوي. خلينا نبص كده على الصور اللي بتدينا انرجي دي. يلا بينا. اوكي. ده خس قد ايه تقريبا؟ دي خس الحاله دي كان شخص يعني خس حوالي 30 كيلو في 3 شهور بمعدل كان 10 كيلو في الشهر. الحاله دي كانت من اكتر الحالات المحبه للسكريات جدا يا ندى، ومع ذلك قدر انه يخس 30 كيلو في 3 شهور. اوكي. ممكن ناخد الصوره اللي بعدها؟ دي برضو حاله من حالات نجاحات كورس سوبر سيليوم. خس تقريبا 25 كيلو في حوالي شهرين، وبنتكلم شهرين ونص تقريبا. برضو كانت من اكبر النجاحات في الكورس. دي بقى كانت حكايتها حكايه دي يا ندى. دي كان عندها مشكله ان هي كانت هي مدرسه، فكانت بتتعرض للتنمر من التلاميذ يعني. كانوا بيقعدوا بقى، فقررت واتصلت بالفريق الطبي، والحقيقه كان دكتور مي من الفريق الطبي بتتابع معاها، قالوا لها هنخسسك، يعني هنخسسك ما دام موضوع التنمر وكان عندها عدم ثقه بالنفس شويه. ولكن زي ما انت شايفه يعني اتغيرت 180 درجه، خست 25 كيلو في حوالي شهرين و10 ايام، وكانت من اكبر انجازات كورس سوبر سيليوم. ودي برضو حاله من الحالات المميزه بس جدا. بس هنا بقى السمنه بصي كانت متوزعه على الجسم، يعني الجسم كله اسم الله ربنا يحميها يا رب. بالظبط. كانت مليانه كلها. بالظبط. بس بصي بقى، بص يعني 35 كيلو نزول في الوزن ما شاء الله. يعني دي كانت من نزلت 35 كيلو. بس دي ايه اكتر حاجه كانت ملتزمه فيها بقى؟ اصل هنا في تغيير جذري.
دي هقول لك ايه، هي كانت بتتمشى شويه يا ندى 3 مرات في الاسبوع، هي كانت عندها يعني اراده وعزيمه ان هي عايزه تخس، فكانت بتتمشى شويه 3 مرات في الاسبوع ربع ساعه تقريبا حوالين البيت، او لو هتروح مثلا مشوار ما كانتش بتروحه بالعربيه، كانت حقيقه مساعدانا في النقطه دي، فتلاقي حتى ان الجسم يعني مشغول. احنا نقدر نساعد نفسنا طبعا طبعا. وبرده شرب الميه دكتوره حنان، اكيد شرب الميه، ممارسه الرياضه حتى لو قدرتي 5 دقائق في اليوم او 5 دقائق كل مثلا يومين ولا حاجه، بتفرق جدا في رفع معدل عمليه الحرق الحقيقه. طيب الحلقه دي تقريبا خسرت قد ايه من دهون؟ دي تقريبا حوالي 15 كيلو. كنا بنتكلم طبعا ان هي برده كانت عايزه، دي كانت من ضمن الحالات، او احنا عندنا حالات كتير قوي وناس عايزين يخشوا يعملوا عمليات او جراحات تكميم معده، تدبيس معده او تحويل مسار. فالحقيقه هم بيجربوا ايه، شهر واحد يشوفوا خس ولا لا. فدي كانت من ضمن الحالات اللي كانت عايزه تعمل تكميم معده، وكانت خلاص اتفقت مع الدكتور على كده، وشافتنا الحقيقه من خلال التلفزيون يعني، وقالت ان انا هجرب الكورس، وفعلا زي ما انتم شايفين خست 15 كيلو، بنتكلم في شهر، وكان تقريبا 4 ايام عشان ابقى دقيقه قوي، كان شهر واربع ايام خست 15 كيلو. طيب عظيم. انا عايزه اخد سمر. يا سمر مساء الفل. مساء الخير، ازي حضرتك؟ حضرتي زي الفل، حضرتك عامله ايه؟ نتكلم رسمي بقى. الحمد لله يا ندى، اخباري؟ كله تمام الحمد لله. عندك اي اسئله لدكتور حنان؟ ممكن انا عايزه الاول اشكر الدكتور. ايوه. اشكر الفريق الطبي بجد، يعني ساعدني كتير قوي. انا خدت المنتج وبقالي 5 شهور هم متابعين معايا، وعايزه افرح بجد حضرتك ان انا خسيت لغايه النهارده 33 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله، في 5 شهور بالظبط. 33 كيلو في 5 شهور؟ ما شاء الله عليك. تقريبا في معدل تاتش وود، مش لاقيه وود بلمس، لا في وود تاتش وود. اي يا ندم بجد، يعني انا عارفه من كتر فرحتي ببقى الناس لما بتسالني ببقى عايزه اعيط، واقول لهم بجد ربنا يبارك لك، وبشكرك من كل قلبي قوي يا ندى بجد. انا حاسه ان انا بقيت بني ادمه ثانيه، اكيد انت احساسي وصل لك. واصلني؟ ده انا حافظه سم. واصلني. يا حبيبتي الف مبروك عليكي حياتك الجديده، وان شاء الله ان شاء الله لو لسه مكمله توصلي للتارجت اللي انت نفسك توصلي له. الله بقى الشهر الجاي هعمل تثبيت وزن، وده الدكتوره طبعا هتساعدني فيه. بالظبط، انا هرشح لك طبعا كبسولات البي سليم. انت ما دام وصلتي الكورس التثبيت ما بتاخديش الكورس كامل، بتاخدي بس كبسولات البي سليم. كبسولات البي سليم قادره تماما ان هي تثبت معاكي الوزن، بحيث ان ال 33 كيلو او لو هتكملي كمان تخسيس الشهر الجاي تنزل مثلا كمان تقفل ال 40 كيلو. فاحنا بنقول بعد ما بتنزلي ال 40 كيلو او خلاص وصلتي الوزن المظبوط بتاعك، بتاخدي كبسولات البي سليم عشان تثبت معاكي الوزن، ما ترجعيش ل 40 كيلو مره ثانيه زياده في الوزن. طيب سؤال بقى، اصحاب الامراض المزمنه اخبارهم ايه مع كورس السوبر سيليوم؟ امن تماما الكورس بكل منتجاته، كل المنتجات سواء كان كبسولات السوبر سيليوم او كبسولات البي سليم يا ندى او كريم ازيرا لشد الترهلات، الثلاث منتجات بالاضافه كمان للهدايا سواء كان كريم الوش او الغسول النسائي، كله امن تماما مع اصحاب الامراض المزمنه، اي حد بتاخد ادويه او علاجات امن تماما. الكورس بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية، كله أعشاب طبيعية، مواد طبيعية 100%، قشور السيليوم، خلاصة التوت، خلاصة الأناناس، الفانيليا، القهوة الخضراء، مجموعة فيتامينات متكاملة، فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C، وكمان فيتامين H وفيتامين D. كل المجموعة من الفيتامينات دي قادرة تماما تقوي المناعة، تعالج مشاكل الشعر والبشرة، وكمان أكيد تخس. الأطفال تقدر تستخدم كورس سوبر سيليوم من سن كام تقريبا؟ طبعا يقدروا يستخدموا كورس سوبر سيليوم بمنتهى الامان والفعاليه من سن 12 سنه، لو من قبل كده مفيش مشكله بيستخدموه، بس احنا ليه بنقول من سن 12 سنه؟ عشان القهوه الخضراء. القهوه الخضراء دايما بتدي باور للاطفال، فتلاقي ان انت مدياكي يعني بيبقى مهايبر، فاحنا ما بنبقاش عايزين الطفل قبل 12 سنه يبقى مهايبر، الاهل بيبقوا عايزين يرتاحوا يعني شويه. ربنا ما يحرمنا من هايبره الاطفال. لكن مفيش مشكله لو قبل 12 سنه وحابين يستخدموه، طبعا مفيش اي مشكله، امن تماما وبالكامل مرخص من وزاره الصحه المصريه. طيب انا عايزه اعرف حاجه، الكورس ده لو انا حجم معدتي كبير وشهيتي مفتوحه جدا تمام، وعايزه احس بش يعني هي الفكره كلها عايزه احس بشبع عدد ساعات اطول، وعايزه احس ان معدتي فيها اكل، اعمل ايه؟
ناخد الكورس في المواعيد بتاعته يا ندى. قشور السيليوم المكون الاساسي اللي موجود في الكورس اللي موجود في كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البيسلم هيقدر يسد الشهيه، يقدر يعلي جدا من الاحساس بالشبع. تفضلي بعد الكورس 4-5 ساعات شبعانه مش عايزه تاكلي. لا يعني هل شرب الميه مثلا؟ انت قلتي لي ان قشور السيليوم بتخش المعده تعمل زي فوليوم كده بالظبط تحسسني بالشبع. لو انا عايزه اكبر الفوليوم ده اكتر عشان معدتي حجمها كبير. ايوه بتشربي ميه. ما انت بصي هي الكبسوله كده زي السفنجه. السفنجه بتاعتنا وديت لك برضو المثل ده امبارح ان السفنجه بتاعتنا العاديه بتبقى مثلا ايه حجمها كده، اما بتيجي تغمريها في الميه او تحطيها في ميه بتكبر بتبقى كده. هل انت لو انت مثلا حط عليها طوبه او حط عليها حاجه هي هتكبر بس مش هتكبر لو ما فيش طوبه هتفضل تكبر تكبر لحد ما تكبر للوزن الاساسي بتاعها. هي نفس الحاجه في المعده، هي بتاخد شكل المعده ايا كان بقى المعده صغيره المعده كبيره كده كده هتنفش في المعده بالكامل. فاهمه يعني؟ وخصوصا ان قشور السيليوم موجوده في المنتجين كبسولات البيسلم وكبسولات السوبر سيليوم. فالاثنين قشور السيليوم من المكونات الاساسيه اللي هتسد الشهيه، هتملى المعده تماما، وكمان هتعلي من الاحساس بالشبع 3-4 ساعات شبعانه، هتعلي جدا من معدل حرق الجسم للدهون. في ناس كتير قوي لما بتعمل دايت وبالذات انت لسه ذكرتي لي من شويه ان الدايت بيتم تحت اشراف طبي تمام. بيتعمل لها نيوتريشن بلان خاصه بيها هي. بالظبط. ناس كتير جدا بتعاني من فكره ان انا مهبطه، انا مش قادره انزل، انا دايخه، انا مش قادره. وفي ناس مودها كمان بيبقى وحش جدا مع الدايت. تمام. إيه كورس السوبر سيليوم متعامل ازاي مع الحالات دي؟ اول حاجه ان من مكون اساسي من مكونات كورس السوبر سيليوم القهوه الخضراء. القهوه الخضراء من اكتر الحاجات يا ندى اللي بتدي باور خطير، بتدي قوه فظيعه. فاي حد بيخس على كورس السوبر سيليوم ما عندناش بقى ان انا تعبانه، ان انا مش قادره اتحرك، ان انا بيغمى عليا من التعب، ان انا عندي صداع، ان مش قادره. لا، القهوة الخضراء اللي موجودة في الكورس من المكونات الأساسية في كبسولات البيسلم والسوبر سيليوم هتدي طاقة، هتدي باور لأي حد عايز يخس، بل بالعكس إن هي كمان بتعلي معدل حرق الجسم جدا للدهون. فبنلاقي إن الدنيا الشخص باور، الشخص عنده قوة وقادر إنه يكمل نشاطه اليومي من غير أي تعب. الكافيين اللي في القهوة الخضراء طبعا هو المفروض بيديني طاقة وبيخليني مصحصحة ومركزة طول الوقت. سؤالي بقى، هل الكافيين ده هيعمل لي مشاكل أرق بالليل؟ اطلاقا، لان انت بتاخدي الكورس بيبقى متوزع على على مدار اليوم. فاحنا ما بنحاولش ان احنا ندي الكبسولات دي بالليل، هي ما بتدي طاقه، بتدي باور، بس في نفس الوقت خلي بالك الكافيين كمان في نقطه مهمه قوي. الكافيين بينشط بصيله الشعر، فتلاقي ان الناس اللي عندها تساقط في الشعر، الناس اللي عندها فراغات في فروه الراس، الناس اللي عندها حتت فاضيه سبوتس كده فاضيه في البصيله، الكافيين بيقدر ينشط جدا بصيله الشعر، يخلي بصيله الشعر تطلع شعرتين بدل شعره واحده. شعر جدا بيتقل، شعر بيطول. كمان الكافيين ليه قدره هايله انه يزود من عمر الشعرايه بمعدل 33%. فتلاقي الشعرايه المفروض الطبيعي المعدل الطبيعي لنزول الشعر بيبقى من 100 ل 120 شعره في اليوم، ده الطبيعي. لو زاد عن 120 تبقى ده تساقط مرضي. الكافيين بقى ما بيخليش الشعره تقع، بيزود من دوره حياه عمر الشعرايه بنسبه 33%. طيب. فتلاقي الشعر بيتقل. ايوه. طب انا عايز اعرف حاجه، ايه الفرق؟ احنا عمالين نقول القهوه الخضراء القهوه الخضراء القهوه الخضراء، ايه الفرق يعني قهوة الخضراء بالتحديد عن القهوة التركي؟ يعني في ناس تقول لك لا أنا أحب أشرب قهوة تركي، ليه؟ يقول لك بقى أشربها زيادة، أشربها سادة، أشربها مانو، أشربها مغلية. ليه أنا أحب القهوة دي؟ أنا أشرب القهوة دي. إيه الفرق بين القهوة الخضراء والقهوة التركي؟ القهوة الخضراء يا ندى هي القهوة التركي، بس قبل مش ده بيصحصح وده بيصحصح؟ لا، بس القهوه الخضراء فيها حاجه بقى حلوه قوي للتخسيس، ماده اسمها حمض الكلوروجينيك. حمض الكلوروجينيك ده ما بيبقاش موجود في القهوه البني. يعني القهوه الخضراء الاول احنا بناخد النبته بنقطفها بتبقى قهوه خضراء، بتعرضيها لدرجه حراره عاليه جدا جدا اللي هو التحميص عشان تتحول للقهوه البني اللي احنا بنشربها. فاحنا مش عايزين القهوه البني، احنا عايزين القهوه الخضراء اللي هي كانت قبل الحراره، قبل التحميص. ليه؟ عشان فيها ماده اسمها حمض الكلوروجينيك، من اكتر المواد يا ندى اللي بتزود جدا من سرعه حرق الجسم للدهون، بتخسس بطريقه ساحره. الناس اللي عندها بتظبط كمان نسبه السكر في الدم، الناس اللي عندها سكر بتبقى مفيده جدا ليها. كمان بنلاقي ان القهوه الخضراء بتسد الشهيه جدا. فهي من الاول والاخر القهوه الخضراء هي اللي احنا عايزينها عشان فيها ماده حمض الكلوروجينيك، هي دي اللي بتخسس ودي اللي موجوده في كورس السوبر سيليوم. طيب، يبقى كده مشاهدينا الاعزاء لو هيطلبوا هذا المنتج من خلال الارقام اللي موجوده تحت او من خلال صفحه الفيسبوك اللي هتكون موجوده حالا قدامنا، هيقدروا يستفيدوا بخصم 50% لاول 100 متصل لمده
لاول 100 متصل، اللي هو اول ما 100 بيخلصوا خلاص هم 100 كورس محددينهم عليه خصم 50% زائد الهديتين. ايه الهديتين؟ الهديتين عندنا كريم ترطيب الوش اللي بيعالج التجاعيد، بيعالج الغمقان، بيعالج الهالات السوداء، وكمان الغسول النسائي الرائع اللي بيقدر انه يفتح منطقه البكيني وكمان يقتل البكتيريا والفطريات عند السيدات. طيب بالنسبه للتوصيل، أيوه. انتوا بتوصلوا لكل محافظات مصر صح كده؟ صحيح، والتوصيل النهارده مجانا كمان يا ندى، التوصيل والشحن مجانا لاي محافظه داخل مصر. ومش بس كده، المتابعه كمان مع الفريق الطبي، سواء حبايبنا طبعا مشاهدين برنامجك لحقوا ياخدوا ال 100 كورس عندنا بالخصم اللي هو خصم 50%، بيبقى ليهم متابعه مع الفريق الطبي مره كل اسبوع مجانا. الناس اللي بعد ال 100 متصل او بعد ال 100 كورس وعايزين الكورس بياخدوه بخصم الاساسي بالسعر الاساسي بتاعه، فدول برده بيبقى ليهم متابعه مع الفريق الطبي مره كل اسبوع. الفريق الطبي هل قابلتكم حالات قبل كده طلبت الكورس وقالوا لكم ما تمنعونيش عن الاكل؟ كتير. انا عايزه اكل براحتي وعايزه اخس، اتصرفوا. بتتعاملوا ازاي مع الحالات اللي هي انا بشوف ان هم طب نساعد بعض؟ يعني انا هديكي كورس مكسر الدنيا، ايوه انت بقى هتديني ايه؟ هم بيقولوا لك ان احنا مش هنديك حاجه، احنا عايزين نفضل ناكل زي ما احنا بس نخس، فدول ما فيهمش اي مشكله معانا، دول بيفضلوا ياكلوا زي ما هم. بس انا دايما بقول لهم ما تزودوش عن اكلكم. هم بييجوا ياخدوا، هو اللي بيحصل ايه ده، هو بيجي ياخد الكورس تمام، هو بياكل باكل معين، فانا بقول له خلاص خليك بنفس الاكل، لو مش قادر تقلل في الاكل كده كده انت هتخس، بس هتجيب الريت اقل الحد الادنى للكورس اللي هو 10 كيلو في الشهر. يجي بقى ياخد الكورس لمده شهر يخس 10 كيلو، فيطمع بقى يقول لك ده انا كده كده بخس وانا بنفس اكلي، طب ما انا لما اكل بقى زياده ما انا كده كده هخس، يجي بقى ياكل زياده يلاقي نفسه ما بيخسش. فعشان كده بنقول انه بلاش يزودوا في اكلهم، هو هيجيب معاهم نتيجه بالاكلكم الطبيعي 10 كيلو. طب حد كده ملتزم وحب ان هو عنده شويه اراده وعزيمه قل شويه هيخس 12 15 كيلو في الشهر لحد ما يوصل لوزن دكتور حنان الحسيني. شرفتيني ونورتيني. لحد هنا للاسف بتخلص فقرات حلقتنا النهارده، بس مفاجاتنا وخصوماتنا ودكاترتنا المتخصصين ابدا عمرهم ما هيخلصوا. باي باي يا زبادي.